الرحمن الرحيم. من قناة عبود للزراعة نفرد اليوم الفيديو وهو مفيد جدا للفلاحين، وحرصت على أن أبث هذا الفيديو لمساعدة من يقوم بأعمال الفلاحة. أقوم بإزالة بعض الأفراز السرطانية التي في الزيتون، ومن خلال الحفر نستفيد الشيء التالي، وهو أن نقوم بزراعة شتول جاهزة ولها جذور مناسبة، وسأريكم بعض هذه الشتول التي يمكن للفلاح أن يستفيد منها أثناء عمله وأثناء تقليمه للأشجار، وخصوصا الأشجار الصغيرة والتي فروعها تحت التربة كما ترون هنا. قمت بإزالة بعض الفروع واستطعت أن أجد شتلة أو غرسة كما ترون، وسأصنع بعض الغراس الأخرى نتيجة العمل. إذا نتيجة العمل وحفر لبعض الزيتونات والتي تكون قد أصيبت إما بآفة أو أصيبت أثناء الفلاحة، فيمكن فتخرج منها سرطانات كثيرة، يمكن استخدام هذه السرطانات وإنتاج شتول سريعة ومربحة وأفضل من الشتول التي نقوم بتعقيلها. لنرى هذه الغرسة كما ترون، نرى بعض العروق وهي الأوبار كما ترون. أقوم بتحويرها وجعلها غرسة مناسبة، أقوم بزراعتها بالتربة دون استخدام الهرمون وغيره. وهذه الطريقة يمكن أن يستفيد الفلاح أثناء عمله في الحقل وأثناء تقليمه للأشجار، يمكن أن يجد عدة شتول، وسأجمع مجموعة من الشتول أمامكم وأقوم بقصها. إذن أقوم بقصها كما ترون هنا. هذه الغرسة جزء من القشرة، جزء من القشرة في أسفل الشجرة، هذا يتم خروج الجذور منه. أقوم بقص هذه الشجرة، ويجب أن نقص بتقليم جائر، بتقليم جائر حتى تنمو هذه النبتة. إذن هذه أصبحت لدينا غرسة كأننا قمنا بتعقيلها ووضعها في الهرمون، ومن ثم وضعها في الرمال وخروج الجذور لها. نستطيع أن نزرعها في التربة مباشرة، وهنا نكون قد استفدنا من هذه الشتول. أقوم بصناعة بعض الشتول في كل الاحتمالات، في كل الاحتمالات حتى لا. إذا هذه أيضا كما ترون وكما سنشاهد، أختار غصن من الأغصان وأقوم بقطع الباقي، أقوم بقطع الباقي وأجتث الكبير، أجتث أكبر قسم من كمية الأوراق حتى يناسب هذا الجذر، يناسب هذا الجذر، يناسب النبتة. إذا إذا تركتها بهذا الشكل تخرج، لكنها نموها يكون بطيئا. إذا أقوم بقصها بهذا الشكل، وأصبحت لدي غرسة مجذرة وبشكل جيد جدا، وبشكل جيد جدا. وهذه فائدتها، إذا كما قلت يستفيد الفلاح منها وخصوصا من الأنواع الجيدة. أقوم بصناعة مجموعة حتى، وسأقوم بزراعتها أيضا أنا، وسأستفيد منها، وإذا بالأخص إذا كانت النبتة من النوع الممتاز. إذا أقوم بقصها كما ترون، وهنا استفدت بعد أن قمت بتقليم الشجرة وإزالة وحفر ما حول الشجرة وتحريكها، استفدت مجموعة من الشتول. هذه الشتول أقوم بزراعتها فورا في التربة، فورا في التربة. سأقوم بصناعة واحدة أخرى، ومن ثم أعرضها عليكم بهذا الشكل. أقوم بقص، ونرى أن لها بعض الجذور، حتى إن كانت كتلة فإنها تخرج.
إذا هذه مجموعة من الغراس الجاهزة للزراعة في التربة، الجاهزة للزراعة في التربة، وكما ترون وهي قوية جدا. وأنا قمت بهذا بإنتاج هذا الفيديو حرصا على مصلحة الفلاحين وللاستفادة، فقط للاستفادة، وكما قلت لكل فيديو مغزى من عملي، من عملنا، والمغزى هو هذا، هو أقوم بتنظيف الشجرة من الأسفل، فإن وجدت للشجرة بعض الأغصان التي تحت التربة ولها جذور أقوم بقطعها بهذا الشكل وأقوم بزراعتها فورا في التربة، ثم سأذهب إلى شجرة أخرى وأريكم الشجرة التي يمكن أن نأخذ منها. ليس كل، لا توجد كل الأشجار تستطيع الأخذ منها، لكن بعض الأشجار يمكن الأخذ منها، وإذا كانت من نوع جيد بإمكانك أن تأخذ منها، حتى إن كانت من نوع رديء فأصبح العلم جديد، والعلم الجديد يمكن أن نقوم بتطعيم شتول من أصناف ممتازة على هذه الأصناف الجبلية أو الأصناف القاسية. سأقوم بهذه الشجرة، أتمم عملي بهذه الشجرة وأقوم بالقص، وإن وجدت بعض الغراس سأقوم بتجميعها والاستفادة منها، ما أمكن. نرى أن هذه الشجرة يمكن أن يوجد بها، لكن بعد أن أقوم بحفرها وهي مسافة تطول مدة من الزمن. أيضا سأريكم بعض الجذور لبعض الأشجار وللأشجار والأغصان الجانبية، وهذا غصن جانبي، وهذه الشجرة زرعت حديثا منذ سنة ونصف إلى سنتين، فظهرت قبل أن أزرعها، لم أقم بتقليمها، لذلك ظهرت منها كما ترون هذه العروق، هذه الجذور كما ترون عند قطع الشجرة، سأقوم بقطع الشجرة من هذه الجهة، فإن ظلت بعض العروق أقوم بقطعها من هذه الجهة، وستكون غرسة مناسبة للعمل، إذن لننظر كمية الجذور التي من الشجرة. سأقوم بالحفر وسأتمم عملي، وكما قلت لكل فيديو يجب أن يكون له مغزى، وبالمناسبة فإن جذور الزيتون تكون سطحية، بالقرب من الماء، وكما ترون هذه الشجرة الأم وهذه جذورها أيضا، هذه فائدة، فيجب على الفلاح أثناء الحراثة، حراثة ما حول الشجرة، يجب أن لا يغمق ويحفر التربة بعمق كبير، وذلك للأسباب لعدم قطع العروق الخارجية. أشكر متابعتكم، كان معكم عبود عيسى من ريف حلب ومن قناتي عبود للزراعة، أرجو تفعيل زر الجرس ومساعدة القناة لتنمو وتكبر هذه القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.